حدث ذات مرة في إحدى البلاد البعيدة الجميلة أن كان فيها قصر كبير وجميل، وتحيط به مدينة واسعة سكانها طيبون. كانت هذه المدينة غنية جدا، فقد أتى إليها الناس من كل البلاد للتجارة وطلب الرزق. حتى الجنود والحرس في القصر كانوا مرتاحين جدا، لأن بلادهم لم تتعرض لأي حرب منذ مدة طويلة. لم يكن الجنود المرتاحين وحسب، بل المستشارون أيضا، فقد كانوا مرتاحين إلى حد الكسل حتى في أثناء مناقشة أمور البلاد. ما موضوع نقاش اليوم أيها السادة؟ أظن أننا سنناقش الإجراءات الدفاعية إذا ما شنت حرب مفاجئة. أتوقع أننا سنناقش سبل تطوير الاقتصاد التجاري والزراعي والصناعي. وأنا أتوقع ذلك. ننتظر وصول سيدنا الإمبراطور، بعد ذلك نقرر الموضوع الذي سنناقشه. لنتحدث عندما يصل. سيدنا الإمبراطور، حضرنا لنحاور سيادتكم في الخطط والبرامج الشهرية. وضع الإسطبلات على أحسن حال يا سيدي. وضع الخزانة، لقد بلغ صافي أرباح القطع الأجنبي حتى تاريخ. حالة الجيش ممتازة يا سيدي، كما أن كل ما تقولونه غير مهم، انظروا إلي الآن. ألا تلاحظون شيئا؟ لباس جديد، لكن القالب غالب. حسن، أخيرا انتبهتم. دائما تفاجئنا بألبسة جميلة ولا تليق إلا بك يا سيد الإمبراطور. أعجبتكم الملابس؟ كان إمبراطور هذه البلاد يحب الملابس كثيرا، فقد كانت لديه ملابس جميلة عجيبة لا تخطر على بال إنسان. حان الوقت لكي يغير سيدنا الإمبراطور ملابسه. كان يغير ثيابه كل ساعة ولا يرتدي ملابس مغسولة، وكان دائما يأمر بصنع ملابس جديدة. ولم يكن شعبه جاهلا بذلك، بل كان يتحدث به وهو معجب بإمبراطوره الأنيق. هل تعلم أي لباس جميل سيلبسه إمبراطورنا في يوم الاحتفال الكبير؟ لا أعلم على وجه اليقين، ولكنني سمعت من مستشار الملابس أنه سيلبس لباسا لا مثيل له في شرق الأرض وغربها، وسيكون أعجوبة. رائع، سأنقل هذا الخبر إلى كل من أراه في طريقي. اللباس جميل إلى هذا الحد، وأكثر، لأن الحاجب قال للحارس إن مستشار الملابس قال إن هذه الملابس لا مثيل لها في جنوب الأرض ولا شمالها، وستكون أعجوبة في عين من يراها. أتلهف لرؤية الإمبراطور يلبسها. إنه رجل أنيق، إنه على قدر كبير من الأناقة، ولا يلبس إلا ملابس جديدة. وهو أيضا مولع بالملابس الغريبة. نعم، وينفق الكثير. صحيح، أرجو المعذرة. من أنت أيها السيد؟ خياطان مسافران يا سيدي. مصادفة رائعة، هذا يعني أنكما تصنعان الملابس؟ بل معظم ألبسة المشاهير من صنعنا يا سيدتي. واثق من كلامك أيها الخياط. تمام الثقة، جئنا إلى هنا كي نصنع ملابس عجيبة للإمبراطور، لكننا لا ندري كيف نوصل هذه الرغبة إلى أسماعه العزيزة. الأمر سهل جدا وليس صعبا كما تتخيلان أيها الخياطان المحترمان، والمطلوب قليل من التعب. دلنا ماذا نفعل ولك جائزة. اذهبا إلى القصر وقولا للحارس جئنا من أجل كذا وكذا، والحارس يخبر الحاجب، والحاجب يخبر المستشار، والمستشار يخبر الإمبراطور. كذا وكذا، هيا بنا إلى القصر. إلى اللقاء. توقفا. اسمعاني، لقد ادعيتما أنكما خياطان ماهران. بلى. إذن أخبراني عن أنواع الملابس التي ستخيطانها. تكلما من فضلكما. هل تريدين أن تسمعي حقا؟ نريد أن نسمع، ونحب أن نعرف كل شيء عن الإمبراطور. أم ماذا يا جماعة؟ نعم. هيا نحن ننتظر. سأخبركم إذن. إنه لباس عجيب يراه جميع الناس إلا الأحمق. ما
ماذا؟ أحمق؟ لباس لا يستطيع الأحمق أن يراه؟ نعم أيها السيد الذكي، فهو لباس ألوانه زاهية وشكله جميل، وفوق هذا لا يستطيع الأحمق أن يراه. وليس الأحمق وحسب، بل الموظف الذي لا يلائم وظيفته لأنه مصنوع من خيوط تكشفه. الموظف الذي لا يلائم وظيفته؟ سأشرح لكم بطيب خاطر. أليس لديكم موظفون حمقى لا يناسبون وظائفهم ويعاملون الناس بفظاظة؟ هيا تكلموا. بلى لدينا يا سيدي، وهم كثر. هذا القماش الخاص لا يستطيع أمثالهم أن يروه، لذلك مهمتنا صعبة ودقيقة، وقد تكشف كثيرا من الموظفين المزيفين. الاحتيال يا صغاري صفة سيئة، والمخادع يكذب على الناس من أجل أن يحصل على المكاسب من الآخرين. مرحبا. ماذا يريد السيدان؟ اسمع، كذا وكذا، قل للحاجب كذا وكذا وهو سيفهم. جئنا من أجل كذا وكذا. أنا سأفهمه بطريقتي. اسمع أيها الحارس المحترم، نحن خياطان جئنا من بلادنا البعيدة إلى بلادكم الجميلة من أجل الإمبراطور. وحكى المحتالان حكاية اللباس الذي لا يراه الحمقى. لباس عجيب لا يستطيع أن يراه من هو أحمق أو غير ملائم لمنصبه ووظيفته. لباس لا يستطيع أن يراه من كان في رأسه خلال. لباس لا يستطيع أن يراه الموظف المزيف. لباس غريب جدا. إنه غريب حقا. سيكون هذا اللباس العجيب هو ما سأبتديه في المهرجان. أفكارك رائعة ومفاجئة. لا شك أن الجماهير ستفرح جدا حينما ترى هذه الملابس العجيبة على سيدنا. ولماذا تضحك أنت؟ تخيلت يا سيدي ما سيرى الأحمق إذا ما لبست هذا اللباس. الأحمق لن يرى شيئا. هل تظن أنك سترى أنت هذا اللباس؟ عفوا يا سيدي. هيا قل ما لديك. ما رأيك أن نلبس الموظفين الكسالى من هذا القماش كي يصيروا أضحوكا؟ اطلبا ما تشاءان، فهذا اللباس العجيب سيجعلني أكتشف الموظفين الكسولين غير الملائمين لمناصبهم. نحتاج غرفة هادئة ومنوالا لحياكة القماش العجيب وخيوط الحرير ومسحوق الذهب وإلى خيوط الفضة وأحجار الزمرد والياقوت من أجل تزيين القماش. لكما ما تريدان. عليك أيها المستشار أن توفر للسيدين كل ما يحتاجان إليه لنسج هذا القماش العجيب. طوع أمرك يا سيدي. أعدت غرفة جميلة هادئة لهذا الغرض، ثم حمل إلى هذه الغرفة منوال الحياكة وأغلى خيوط الحرير ومسحوق الذهب والمواد الأخرى، ثم بدأ المحتالان بصنع الملابس الوهمية. دين 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 دين. سنضع مسحوق الذهب في الكيس في الكيس. نجحت الخطة، لقد صدقونا بسهولة. أغبياء، هيا لا تتوقف، يجب أن تعمل باستمرار. علينا أن ننجز القماش قبل المهرجان. ثم نأخذ الأموال ونهرب بعد أن نقدم إليهم الملابس الوهمية. الأموال تذكرني بالطعام. إنهما يناديانينا. أنا قادمة من فوري يا أعظم خياطين في العالم. ماذا يطلب السيدان؟ إننا نشعر بالجوع الشديد أيتها الخادمة. لا تحضري طعاما متواضعا، لأننا لا نستطيع إنجاز العمل في موعده المحدد إن لم نأكل طعاما فاخرا. حاضرة. نجمع الأموال في الكيس لنأمن التفليس. كان يجمعان الأموال والخيوط الحريرية الغالية للهرب بها بعيدا عن البلاد. أما الإمبراطور فكان يتحرك شوقا لرؤية الثوب. طريفة جدا قصة هذا اللباس العجيب، فبه سأكتشف الأحمق وصحيح العقل.
إذن لم تنتهي الملابس حتى الآن. وهل تحسبون أنها ملابس عادية حتى ينتهي العمل منها بهذه المدة؟ أرجو أن ينتهي منها قبل موعد المهرجان. لا قلق من هذه الناحية. لا أستطيع الانتظار، إنني أتمنى أن أراها اليوم. يجب أن يكون في إمكانك رؤيتها. ها؟ ألم تسمعي بأن الحمقى لا يمكنهم رؤية هذه الملابس؟ احفظ لسانك يا رجل، هل تقصد من وراء كلامك أنني حمقاء يا هذا؟ كنت أمزح يا زوجتي، حمقاء. ومع ذلك أخشى ألا أراها. وإذا لم أستطع رؤية الملابس، فهل تعرفون ماذا سيكون عندها؟ سأصير أضحكة على فم كل الناس في المدينة. في ذلك البرج يصنعونها. ترى ما شكلها وما لونها؟ هل هي جميلة؟ أيها المستشار، اذهب إلى البرج، أنا أثق بذكائك. أشكرك يا سيدي، ولكن يا سيدي الإمبراطور. إلى أين تريدني أن أذهب؟ إلى برج الملابس العجيبة أيها المستشار. لكن لا يراها كل الناس. ما عدا الأذكياء. أثبت أنك لست أحمق واذهب لتصف لي شكل القماش ولونه يا عزيزي. حاضر. سأنفذ المهمة. مهمة صعبة جدا. لا أدري لماذا يحب الإمبراطور الملابس. هنالك شخص قادم إلى هنا، لنعمل. ناولني المكوك الذهبي. هل انتهيتما من صنع القماش أيها السيدان؟ بالتأكيد انتهينا وبدأنا بتفصيله يا سيدي. دعني أنظر. هيا وزن، سيرى المستشار القماش. حاضر. هل القياس مناسب؟ لا أرى شيئا. نعم لا أرى شيئا. إنه جميل، أليس كذلك يا سيدي المستشار؟ وألوانه زاهية ولماعة. عن أي قماش يتحدثان؟ أيعقل أن أكون أحمق؟ هل لدى سيدي المستشار أي تعليق؟ يا إلهي، الحقيقة المؤكدة الآن أنني أحمق. سأكون أضحكة الجميع من العامة والخاصة. ماذا سأفعل؟ ماذا سأفعل؟ لقد تجمدت أطرافه. ماذا سيفعل بعد أن أسأله السؤال التالي؟ ما رأيك في تناسب الألوان الأحمر والذهبي والأسود؟ تناسب الألوان؟ رائع جدا. وقد طرزنا ثلاثة طيور زرقاء تحمل أزهارا صفراء في فمها. إنها جميلة، أم أن لسيدي رأي آخر؟ ذوق رائع وخيال مبتكر. عفوا سيدي المستشار، نريد طلبا صغيرا منك. وما هو؟ نريد أن نحيك مزيدا من القماش العجيب. لذلك نحتاج إلى قدر كبير من خيوط الحرير ومسحوق الذهب. سأرسل لكما ما تطلبان. لحظة سيدي. ماذا هناك؟ جيد أنك أنت الذي أتى إلى هنا، لأنه لو جاء مستشار أحمق لما رأى بعينيه روعة القماش وجماله. معك حق. سيدي الإمبراطور، رأيت القماش، رأيت شيئا عجبا. شاهدت القماش بعينيك؟ نعم، يفوق الوصف. أسود مخطط بالأحمر والذهبي، وعصافير زرقاء تحمل أزهارا صفراء. جميل جدا. القماش مخطط بالذهب. اختيار هذه الألوان يدل على ذوق رفيع، ومرسوم عليه طيور زرقاء تحمل أزهارا صفراء. هذه شهادة كبرى للسيد المستشار الأول، فلو لم يرى القماش لكان عليه أن يتنحى عن منصبه. يا إلهي ساعدني، لأنني إن لم أرى شكل اللباس فلن أبقى مستشارا ماليا لسيد الإمبراطور، وسأكون عندئذ أضحكة الناس ومصدرا لسخريتهم. لم أشعر بمثل هذا الخوف من قبل. تفضل، الباب مفتوح. عفوا، جئت في وقتك، لقد أشرفنا على النهاية. يا إلهي، أنا لا أرى شيئا مما يتحدثان. لم تعطنا رأيك في الملابس. اقترب قليلا وعينه جيدا يا سيدي. يبدو رائعا. انظر إلى القبة المنتفخة، أليست جميلة؟ بلى، واللون جميل أيضا. أشرت إلى أمر مهم. اللون الأخضر حول العنق يمنح الشباب والنضارة والتألق.
أصبت في قولي مع أنني لم أتمكن من رؤية شيء. أنهينا خياطة المعطف. لا ينقصنا إلا أن نخيط السراويل الجميل. هل تستطيعان الانتهاء قبل المهرجان؟ نعم 100%. هذا رائع، سأزف هذه البشرة إلى سيدي. زف. يبدو أنني أحمق، فلم أستطع أن أرى قطعة واحدة من الملابس الجديدة. ماذا سأفعل؟ إذا قلت الحقيقة فسأكون أحمق في عيون الناس، وإن لم أقل الحقيقة فسأكون كاذبا أمام نفسي. كان الإمبراطور يرسل المستشارين لفحص الملابس العجيبة، وكانوا يعودون ليحدثوه عن روعته وجماله وأناقته، وكأنهم شاهدوه حقيقة. وأخيرا أحضر المحتالان اللباس الوهمي إلى الإمبراطور. سيدي، أحضرنا إليكم الملابس العجيبة. ها هي، ألقي نظرة. إن الخطوط الذهبية الحمراء جميلة، والقبة الخضراء المنتفخة. لباس جميل حقا. الجميع يرونه إلا أنا، هذا مستحيل. ما هو المستحيل يا سيدي؟ مستحيل أن تنتهي في هذه المدة. من أجل عينيك يهون المستحيل. هل يتكرم علينا سيدنا ويلبس هذه الثياب؟ أي ثياب؟ أنا لا أرى شيئا. ما هذه الورطة؟ ماذا سأفعل؟ ستلبس أولا هذا القميص الناصع البياض. سنساعدك على ارتداء ملابسك. حسنا، ستساعداني، ولكن أولا يجب أن أعلم متى وكيف وماذا. الوقت لا يكفي. فالمهرجان سيبدأ. سنلبس حالا. لا بد أن أتظاهر بأنني أرى اللباس العجيب. لا أريد أن يعلم الناس أنني أحمق، ويكفي أنني علمت ذلك عن نفسي. والآن تفضل يا سيدي. شكرا. تلك اليد بالعكس من فضلك يا سيدي. حسبت أن أزرار القميص من الأمام. جيد، إذن دور هذه اليد. هذا صحيح. الإمبراطور ذكي جدا. يا إلهي، يرى اللباس بعين ثاقبة. جاء الآن دور هذا. وأي يد تريد الآن؟ السراويل لا تحتاج إلى اليدين يا سيدي. أجل، كنت أمزح. البس البس. كيف وجدت السرج؟ أهو مناسب؟ أحسدك على هذه الأناقة. شكرا لك أيها الفنان. هذه أجمل ما صنعنا. شكرا لكما أيها الخياطان. وبدأ المهرجان الكبير، وخرج الإمبراطور إلى الجماهير في موكب ضخم، وهو يظن أنه يرتدي اللباس العجيب ويبتسم للناس. لقد نجحنا يا صديقي العزيز. أصبحنا من الأثرياء، لأن معنا من الخيوط الحريرية ومسحوق الذهب ما يكفينا حتى آخر العمر. يجب أن نخرج من البلاد بسرعة. إذن اضرب الحصان أكثر. ضاعت الخيوط ومسحوق الذهب. سنعود كما كنا، هذا إن نجونا. لقد خسرنا كل شيء يا صديقي. ما هذا؟ لا أرى أي لباس على الإمبراطور. قال لي حارس القصر إن اللباس أسود مخطط بالأحمر الذهبي. لا أرى شيئا، سأتظاهر كأنني أراه. أليس لباسا رائعا؟ أجمل مما كنت أتخيل ألف مرة. لم أرى ملابس بهذا الجمال من قبل. معك حق، لم أتوقع أن أرى ملابسك هذه. وأنا كذلك لم أتوقع هذا قط. ظل سكان المدينة يتحدثون عن لباس الإمبراطور العجيبة وكأنهم يرونه، مع أنه لم يكن عليه شيء من اللباس في الحقيقة. ماذا؟
الزوج. انظر إلى نفسك يا عمي. لماذا لم تطلب إلى أمك أن تلبسك ثيابك؟ انتبه على نفسك، ستصاب بالزكام. هذا طفل لا يعرف الكذب. أنا لا ألبس شيئا، إنها الحقيقة. أنت أشجعنا أيها الصبي. الإمبراطور عار تماما. خدعت لأنني أحمق، لقد كذبوا علي جميعا. الأحمق من لا يواجه نفسه.